قال الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد، وهذا يذكر على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فالله عز وجل غني، أحد، فرد، صمد، ليس بحاجة إلى أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال الله في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل: لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار مما يخلق، ومع ذلك لا يمكن أن يكون ولدا لأنه مما خلق. سبحانه ينزه جل جلاله عن كل نقص وعن أن يكون له ولد أو صاحبة أو معين أو نصير أو ظهير. هو الله الواحد، الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، القهار الذي قهر كل شيء لقوته وجبروته جل وعلا، وخضع له كل شيء إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً.